اليوم سوف نتحدث عن ما هي المشروعات التي قام بتنفيذها الدولة في قريتك. تسقيف المنازل وإدخال الغاز الطبيعي وإعطاء البطاطين والقمح. مثل المستشفيات. تسديد مراكز الشباب. تجديد المدارس. تجديد المنازل والمستشفيات. تجديد المستشفيات ومراكز الشباب. تجديد شبكات المنازل. توزيع كرتون رمضان. تجديد الطرق. تجهيز المنازل. تجديد الانترنت. بناء المكان. الكباب. جيد الملاك كمان. تشغيل المكتبات. توصيل المياه للبيوت. تجديد سكة الارتباط. تجديد سكة الارتباط. مساعدة الفقير. بناء الصرف الصحي.